يقول أريد شراء سيارة وذهبت للبنك أو لأحد التجار لشراء السيارة يشتريها لي ثم اشتراها بالتقسيط ويأخذ فائدة عليها، فما الحكم جزاكم الله خير؟ هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك. لا تذهب إلى أحد إلا من عنده السلعة التي تريدها، سيارة أو غيرها. إذا كان عنده السلعة متوفرة في ملكه فإنك تشتري منه حالا أو مؤجلا. أما تروح الواحد ما عنده سلعة ثم يروح يدورها لك، هذا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملك. نعم.